ودعوني أنقل لكم استفساراتي مع خصوم الهلال في العالم وفي اليوم العالمي للضمير. أصدقائي، متى ستعترفون بقوة الهلال؟ فإنه من الحكمة والثقة والجرأة عندما ترى عجبا أن تصفق وتبتسم وأنت تعلق. صدقوني، لقد فاق الهلال الخيال. صدقوني، ربما يا من تنافسونه لا تشعرون بذلك، ولكن الجمهور هو وحده يعيش على ذلك. إن الهلال أثبت بأن المستحيل حقيقة، وبأن الأرقام العالمية تنتزع، وبأن مقارعة كبار العالم يعتمد على الشخصية، وبأن عدم خسارة البشر ليست واردة إلا مع زعيم تلاعب بكرة القدم. فمن كان منكم يتصور بأن هناك من سيجاري مدريد ويسجل في 3 في نهائي المونديال؟ من كان منكم يتخيل بأن زعيم نصف الأرض سيتخطى كل أندية الأرض ويفوز تواليا أكثر منهم؟ ومن صار منكم يتمنى بأن يرى الهلال يتعثر ثم يعود لمنزله متكدر لأن الهلال استمر وفاز وانتصر؟ نعم، القوانين كثيرة، أعلم ذلك، الأرقام ثابتة، متأكد من ذلك، الطموحات مختلفة، لا شك في ذلك، إلا مع الهلال يتلاعب بالمنطق وينصب نفسه البطل قبل أن يرفع الذهب. رأيتم فارسا يكسب المعركة وهو ما زال يخوضها؟ لقد ملت من سطوتك معارك الكورة يا زعيم. رفقا بنا يا هلال، اترك لغيرك مجال من أجل منافستك، وطبعا ذلك سيكون بمزاجك وحدك فقط. أيها الأزرق، مرحبا.